تليكم اهلا وسهلا، ان شاء الله بديت اسبوع موفقه للجميع. مرحبا وين ما كنتم، هذه حلقه جديده من توا حتى نمضي ساعتين غير دارجين متواصلين معاكم في ساعتنا الثانيه. ضيف الانترفيو مضي ساعه وربع البيطري بالاداره العامه للمصالح البيطريه هاني الحاج عمار، نرجو معاه على عده نقاط استفهام الناس اللي عندها حتى بعض تخوفات اليوم من بعض اللحوم الحمراء، هل هذا ياثر اللي نسمعوا فيه وغيره. ونرجو معاه ايضا على حمله وزاره الفلاحه للتصدي لداء الكلب عافانا وعافاكم الله. نذكركم حاليا في فترة حملة انتخابات رئاسية تتواصل حتى نهار الاقتراع 6 أكتوبر في عينك على الإدارة ذي الكريفي مباشرة من ديوان التجارة. منزلي لوجع السكر الروز التاي والقهوة، والديوان اعطانا اليوم الجواب النهائي، التفاصيل بعد شوية في عينك على الإدارة. أما بالبونت العريض نرجع على بيان وزارة العدل اللي نفات فيه وجود انتهاكات جسيمة مسلطة على بعض المحامين. المؤسسات التربوية اليوم تستقبل أكثر من 2 ملايين تلميذ وتلميذة في العودة المدرسية 2024-2025. وأخيرا صدور الأمر المنظم للعلاقة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات. أهلا وسهلا، تحياتي خالد كرونة، مرحبا. صباح النور إن شاء الله، يوم جميل لكافة مستمعاتنا ومستمعينا. تحياتي لك رفيق الدريدي، رفيق سامي ضياء هذا شاركوني في الاعداد، انيس في الاخراج، فاطمه العبارد في التنسيق، وزهر دالي امننا لايف ستريمينغ تود سويت بالبنت العريض. بالبنت العريض، مرحبا زينة، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. عودة مدرسية موافقة إن شاء الله وميمونة لكل التلامذة، وهو ذا الموضوع اليوم اللي حابين نبدأ به. بما أنه اليوم العودة المدرسية نحكيه على 6163 مؤسسة تربوية حلت اليوم صباح أبوابها لاستقبال بالضبط 2,354,820 تلميذ في كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. عدد التلامذة في أول السنة الدراسية هذه 2024-2025 سجل زيادة بنسبة 2% مع المقارنة بعدد التلامذة في العام الدراسي اللي فات. مع الزيادة ذي زينة كل عام يطرح إشكال الشغورات والنقص الموجودين في الإطار التربوي. نقطة كانت تحدث عليها اليوم الصباح المدير العام للموارد البشرية في وزارة التربية محمد الجزوني، اللي قال كونه مش باش تكون فما مفاجآت سنة في الشغورات. فما أكثر من 7000 شغور في التعليم الثانوي حسب كلامه، باش يتم تخصيص نفس العدد اللي سدهم، يعني 7000 مدرس نائب للشغورات في التعليم الثانوي، عدد قليل منهم في التعليم الابتدائي. أكثر من هكا فما 1600 عون حظيرة باش يقع استيعابهم في المنظومة التربوية لدعم الأسلاك من عملاء وإداريين وأعوان تأطير في الأسابيع الجاية. وزارة التربية على مدى السنوات تتصرف سنويا في التعامل مع النقص في إطار التدريس بالآليات المتاحة عندها، وبالتالي ما ثماش فرق كبير بين السنة والسنة الماضية. صحيح فما شغورات وأعلننا عليها في التقارير الرسمية، مثلا عندنا أكثر من 7000 شغور في التعليم الثانوي، لكن هذا مقدور عليه وتم إعداد كل الآليات لسده، سواء بآلية التعاقد بعد ما تم التقدم في تسوية هذا الملف وأصبحت لدينا قاعدة بيانات مراقبة شفافة واضحة. كذلك عندنا زادة وضعية أخرى تتعلق بالتعليم الابتدائي، تعرفوها أنه عندنا خريجين في ثانوية حاملي الإجازة التطبيقية في التعليم في التربية والتعليم، وبالتالي اليوم نأكد لك اللي الشغورات لن تشكل أي مفاجأة، وقرابة 7000 مدرس نايب متعاقد باش يسد شغلاته في التعليم الثانوي، وعدد يعني محدود جدا في التعليم الابتدائي من خلال ملف الحظائر اللي ترعاه رئاسة الحكومة. إن شاء الله في الأسابيع القادمة عندنا 1600 عون حظيرة سيقع استيعابهم في المنظومة التربوية لدعم الأسلاك الأخرى مثل العمل والإداريين وأعوان تأطير. ألف وقديه رفيق، استنى، 1600 عون حظيرة و 7000. خلنا نبدأ بالصغيرات، ساعة بتلامذة إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله ربي يكون في عون الأهالي. هز جيب ووصل وشري ماراثون باش يبدا اليوم، ماراثون كبير. رحلة 1,092,220 تلميذ مسجل بالمرحلة الابتدائية باحتساب تحضيري بيان سور، و 1,262,600 تلميذ بالمرحلة الإعدادية العام والتقني طبعا التعليم الثانوي. الإجمالي متاع التلامذة في العودة المدرسية الحالية 2,354,820 تلميذ بزيادة 2% خالد كرونة مقارنة بالموسم الدراسي اللي فات، وطبعا هذه معطيات وزارة التربية. وزارة التربية كما كان قول رفيق الدريدي قالت ما فماش مفاجآت استباقية السنة، رانا استبقنا هاك المشاكل والشغور في صنف وفي صفوف التلاميذ والإطار التربوي، وتم سد الشغور تقريبا
7000 عاون نحكيه على 7000 مدرس نائب للشغورات في الثانوي، عدد قليل منهم في التعليم الابتدائي، و1600 عاون حظيرة لدعم الأسلاك من عملاء وإداريين وعاون تأطير. لكن هذا يزينا بش يكون في الأسابيع الجاية، يعني نحكيه على أواخر شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر حسب تصريح المدير العام للموارد البشرية في وزارة التربية محمد الجزوني. خالد كرو، أولا إن شاء الله سنة دراسية طيبة وموفقة لصغيراتنا ولأبنائنا والبنات والمدرسين والمربين في كافة المؤسسات التربوية. الأرقام معنا نجم نتعامل معها بطرق مختلفة، لكن يعني نجم نشوفه مثلا اللي ثم 37 مؤسسة تربوية جديدة تم فتحها، نجم نشوفه اللي 37 ذوما منهم 25 مدرسة ابتدائية وسبع إعداديات وثلاثة معاهد ثانوية، نجم نشوفه اللي ثم افتتاح مبيت مدرسي في جندوبة، مبيت ومطبخ مركزي في القيروان، صحيح. يعني هذا كلها تصريحات، لكن المسألة كاش نشوفوها في عمقها، احنا نجمو نكونوا ديما فخورين بأولادنا وببناتنا وبمدرسينا وبالمربين، ولكن هذا لا يمنع انه حتى كما كان يحكي رفيق الارقام اللي تقدمت الشغورات ماهوش امر طبيعي انه الشغورات ما يتمش استباقها عمليا، فما الاف نتاع تلامذة باش يدخلوا يقراوا، وان شاء الله المشكلة هذه ما عادش نشوفوه في العودات المدرسية القادمة، لكن مش طبيعي أن الألف هذوما يعني النية تتجه إلى سد الشغورات بطبيعة الحال، ولكن سيحتاج الأمر بضعة أسابيع لأن ثم برشا مؤسسات باش تحل اليوم وهي ناقصة كادر. والقضية سبق وناقشناها في هذا الاستوديو لأنه ثم وضع كامل في التعليم، ثم سياسة كاملة استمرت سنوات طويلة متاع النيابات، ما دام وصلناش للقطع معها بالنسبة لحكاية الاستقرار تاع الكادر ساعة ما نشبش نحلوها. أما ثم مشاكل أخرى فضلا عن استقرار الكادر، ثم مشكل النظرة المستقبلية للتعليم، يعني هذه الحاجة لازم نخمو فيها ونخمو فيها ببرود وبهدوء، كيفاش مستقبل التعليم في بلادنا، يعني أي مدرسة نريد، كيفاش مدرسة تكون عصرية، كيفاش مدرسة تكون تنويرية، وكيفاش المدرسة تكون مغرية للشباب باش ما يمشيوش غاديك يسمعوا حاجات اللي هما محاش مش باش يسمعوها. كيفاش المربي الأستاذ المعلم المعلمة الأستاذة يكون هو بيدو مندمج معهم وموجودين في معناها متفاعل معهم، لأنه هذه هي القضايا اللي نخمو فيها من الناحية البيداغوجية. دايوغ يقول لك لا ناحية البيداغوجية وزارة التربية والتعليم إيه تفصيل داخل ناحية البيداغوجية على خاطر كي نشوفوا زين الموضوع مازلنا نكونوا متواضعين، معناها نقولوا الحقيقة لأرواحنا، مازلنا نخدموا أساليب قديمة متاع سبورة ومتاع طباشير ومتاع كتاب ورقي مش كتاب إلكتروني، مازلنا بعاد ياسر. لكن وقت اللي احنا عندنا ناس تخمم من حسن الحظ، عندنا ناس، عندنا دكاترة، عندنا مفكرين، عندنا ناس قاعدين يحاولوا يكتبوا ويخموا في مدرسة الغد اللي هي يلزمها تكون قاطرة تونس الجديدة. نحب نكون إيجابية، اليوم نأخذ زاوية إيجابية تواصل وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الداخلية في تركيز كاميرات المراقبة في المدارس، خاصة هذه حاجة مستحقين لها على الأخر لحمايتها من التخريب والسرقة ولحماية أيضا التلاميذ. ما زلنا واصلين بالبنت العريض، نرفع لحضراتكم أذن الظهر بتوقيت تونس وراجعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. رفعنا لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت تونس، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذه استوديو الوطنية بالبنط العريض، حكينا على العودة المدرسية وعلى كاميرات المراقبة اللي تم أو مازال مواصلة وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحداثها وفي تأمينها بالتزامن مع العودة المدرسية لحماية المدرسة من التخريب، حماية التلاميذ. الأولياء في النهار الأول كيفاش كانوا خالد كرون؟ عملتش طلع المدارس؟ وصلت رفيق ما عندك ما توصل؟ لا الحقيقة لا، مازال مستوى الأولياء معناها بطبيعة الحال، يعني ما نجموش نفترض تحس عودة مدرسية عند الأولياء أكثر من بالطبيعة لا، والعودة المدرسية زي ما نفهم اللي هي حدث وطني، لأنه حدث يهم تقريبا العائلة الكل. صحيح. ووقت اللي هي حدث وطني معناها العائلة مش تتهيأ له فقط بشراء أدوات مدرسية وبتوفير ميزانية، تتهيأ له بأنها باش تعاود تتنظم في وقتها، وقتاش تدخل وقتاش تخرج وقتاش طيب وقتاش تاكل وقتش، يعني ثم حياة كاملة تتغير بالعودة المدرسية. على أي حال إن شاء الله نشوفه في قادم أيام يعني ملائمة أكثر بين واقع المدرسة التونسية وواقع العائلة التونسية، هذاك باش نجموا يكونوا مرتاحين ومنسجمين. والأخذ بعين الاعتبار خاصة الظروف المادية للعائلات في علاقة بالأدوات المدرسية، مش لازم يعني الشروط في الأدوات والكراسة لازم تكون من نوع والأقلام لازمهم يكونوا من نوع، معناها نصور الفائدة كونه المعلومة توصل للتلميذ و يقوم هو بتسجيل وكتابة المعلومات اللي هي ضرورية ليه في مساره وفي تكوينه. الحقيقة خاطر معناها نشوفه في الأسوام ارتفعت بصفة كبيرة برشا للكراسات، خاصة الكراسات اللي هي ماهيش مدعمة. ثم مثلا رفيق سيكولوجية، يعني أحيانا أغلبية معناها أنا أنزه أغلبية المعلمين والمعلمات والمدرسين والأساتذة أنهم يشترطوا شيء بعينه، لكن ثم حاجة سيكولوجية عند المتعلمين. وقت اللي أنا زميلتي شريت كراسة من نوع الفلاني تظهر لي أنا بعقلي الطفولي، تظهر لي ذيك أنيقة وجميلة، أحيانا الصغير هو بيجي يمارس ضغط على عائلته، حتى كان المعلم ولا الأستاذ ما طلبش منه الحاجة هذيك. يعني هي مسألة ثقافة اجتماعية، والبو يلقى روحه في ولا الأم تلقى روحها في حرج، حتى صغار بيدهم يحبوا ستيلو معين حاجة ما عليناش. يعني الحكاية أما المبدأ هذاك هو إن شاء الله دائما المربين والمربيات دائما يتذكروا الحكاية هذه، وأظن أنهم هم بيدهم جزء من الشعب وولادهم يقرأوا مع أولادنا الناس كل ويفهموا المسألة هذه. تحركات وانطلاق تحركات الاحتجاجية لبعض المحامين في الأثناء، وزارة العدل ترد. الإجابة كانت البارح زينة من وزارة العدل في بيان نفيت فيه ما سماتها بالإدعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين ولا التعدي عليهم ولا تهديدهم بالملاحقات الجزائية وقت أدائهم لوظائفهم، سواء كان هذا بالمحاكم ولا المؤسسات السجنية ولا الأسلحية، ولا حرمانهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية ولا الترافع وإلا زيارة موكليهم. وزارة العدل أكدت في نفس البيان أن حق الدفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، وأنه فما تتبعات جزائية جارية بخصوص بعض المحامين سببها هو أفعال منسوبة لهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، كيفهم كما أي التجاوزات المرتكبة من أي طرف آخر، حسب ما جاء في نص البيان اللي هو رد كما قلت زينة على إقرار هيئة المحامين بتونس تحركات بداية من اليوم وحتى يكشي لنهار 20 سبتمبر، ودخول في تحركات احتجاجية بداية من نهار 18 سبتمبر. وانطلاقا من اليوم لنهار الجمعة كما كان يقول رفيق، المحامين خالد كرونة يحملوا شارة الحمراء في تونس العاصمة كسلسلة من التحركات كما كان يوضح، وهذا احتجاج على ما يعتبروه تضييقات مسلطة ضدهم في الأثناء. وزارة العدل انفت وقالت لا فما لا تهديد بالملاحقات الجزائية لا اعتداءات، لا كل بيحتخدم خدمته. اليوم العلاقة بين زوز أسلاك
حد من ينجم يستغنى على الثاني، وحتى واحد فينا من ينجم يقول هذا صحيح وهذا غلط لأنهم لزوز يكملوا بعضهم هو بلاه مش مسألة جديدة، هو مش مسألة خاصة بتونس. يعني ديما ثم علاقة متاع تنابذ ما بين سلطة الإشراف من جهة وبين المحامين أو بين سلطة الإشراف وبين القضاة. يعني هذا أمر رينا في تونس خلال السنوات الماضية بين الفينة والأخرى تحركات من المحامين أو تحركات من السادة القضاة أيضا، لأنه سلطة الإشراف محمول عليها أنها تسهر على توفير أفضل ما يمكن من المناخات لأداء العدالة دورها. بطبيعة الحال احنا في وضع متقلقل قليلا، وهناك تحولات كثيرة، وهناك محامون، خلنا الملف هذا نعالجه في عمق. هناك محامون حتى بالبيان الوزارة يعني أشار إلى ذلك، هناك محامون يعني بصدد ملاحقة قضائية، وهذا يخلق، احنا عندنا عقلية في تونس ديما هي عقلية يعني التضامن القطاعي وخلق حالة من الحساسية. ماناش لهنا باش نكونوا في محل القضاة، حنا باش نقولوا المحامين هذوما اتهاماتهم جدية ولا مش جدية ومتهمين ولا ما، هذا ما عندناش فيه الحق، القاضي هو من بعد ينظر في هذا في هذا الأمر. ولكن يلزم ديما نفكروا في حاجة، اللي البيان تاع الوزارة ربما متأخر شوية، وربما كانت سلطة الإشراف كانت تتنجم من الأول متأخر عليش متأخر يعني قبل ما نوصلوا هي اليوم بديت السلطة السياسية حابت تبين. السلطة السياسية في أي بلاد وفي أي وزارة وفي أي قطاع دائما المسؤول الجيد هو المسؤول الذي يباشر أو يبادر إلى اطفاء الحرائق قبل ان تنشب. يعني لو كان ربما كانت توفرت هم عندهم ممثلين بتاعهم وعندهم هيئتهم كان بالامكان انه نتجنبوا ربما بخلق اليات نتاع حوار جلسة بين الاشراف وبين كذا لاستيعاب الوضع، لانه بالنا في نظر اللي يسمع ما تظهرلوش كما انا ولا انت تظهر له حاجه عاديه تصير في الدول الكل، اللي المحامين علاقتهم ساعات تنجم تكون متوتره مع سلطه الاشراف ولا بالنسبه للناس العاديين يخزروا لها وكانها حاله كارثيه، وقت اللي هي مش حاجة كارثية. نعم. ومن حق المحامين أنهم وقت اللي يشوفوا اللي ثم تجاوز من سلطة الإشراف يدافعوا على قطاعهم، ومن حق سلطة الإشراف زادة باش هي تبين موقفها وخاصة تسهر على أنها تكون محايدة في جانب أداء القضاة وأداء المحامين، لأن هما جناحان لطير واحد اسمه العدالة للارتقاء بالمنظومة القضائية. بطبيعة. اليوم ما نجموش نعطيو الحق لقطاع على حساب الآخر. اليوم بين وزارة العدل اللي بكل الوضوح تقول أن الوزارة تحترم وحريصة على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتخذة في شأن التجاوزات اللي حكيت عليها قطاع المحاماة، وتمسكها المطلق بضمانات استقلالية القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامة بين الجميع والامتثال لعلوية القانون. تقول أيضا الوزارة في بيانها أنها حريصة كل الحرص على إلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة، وأهمية الدور الذي تطلع به كمكون من مكونات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية. خالد كرون، أنا قريت البيان بطبيعة الحال، ولكن اللي حبيت نقوله وأنه نزيد نوضحه هو أنه سلطة الإشراف في أي بلاد شنو دورها؟ بطبيعة الحال سلطة الإشراف حتى كان ثم هفوات لازمها تقول لي أنا حريص على استقلالية القضاء. سلطة الإشراف وهذاك دورها أنها، وبالعكس هذاك ما هي لا يعني ليست حقيقة بأن تكون مشرفة على هذا القطاع الحساس إذا لم يجد القاضي والمحامي وكل الأطراف المتدخلة في 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 العدالة إذا لم يجد كل واحد منهم الفضاء المخصص له وفق ما يكفله القانون. بطبيعة الحال احنا حاجتنا باش الوزارة تطبق القانون، وحاجتنا باش المحامين يمتثلوا القانون، وحاجتنا باش القضاة يكونوا في باستقلالية تامة أعوان لإنفاذ القانون على الجميع وفي محاكمات عادلة في نهاية المطاف. هذا هو شنو يحب أي بلاد تحب فيها العدالة. ونزمنا نتفكروا اللي ابن خلدون ولد بلادنا هو اللي قال لنا علمنا من زمان للعدل أساس العمران. أساس العمران. واصل سي رفيق. نواصل زينة في مواضيعنا اليوم في بالبنط العريض، نمشي للمرسوم الرئاسي اللي صدر في العدد الأخير من الرادة الرسمي، المرسوم الرئاسي المنتظر والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. نعرف زينا المسألة هذه كانت أثارت جدل في المدة الأخرى، ومن اللي تم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم على كيفية تنظيم العلاقة بين الزوز غرف البرلمانية هذه اللي أقرهم دستور 2000
2022. فالمرسوم الرئاسي هذا نص في فصله الأول على ضرورة أنه يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشاريع القوانين اللي متعلقة بالاتفاقيات عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخطط التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، إحالتها بعد المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإعلام رئيس الجمهورية بذلك. المرسوم منح مجلس الجهات والأقاليم أجل 15 يوم لإنهاء النظر في مشاريع القوانين اللي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب. المرسوم زاد نص على إحداث لجنة متناصفة بين الزوز مجالس تتركب من 10 أعضاء لحل موضوع الخلاف، وتقترح لجنة حل لموضوع الخلاف بين الزوز مجالس في أجل 7 أيام بداية من تاريخ تعهدها بموضوع الخلاف. المرسوم تضمن أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية، وأكد أن اللجان المعنية بالنظر في مشاريع القوانين في الزوز مجالس تقوم بالنظر في المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة. يعني اللي فهمناه زينة من المرسوم قانون المالية مشترك، قانون المالية باش يكون بالضبط النقاش متاعه مشترك على مستوى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، كما نص على عقد جلسة عامة مشتركة بين زوز مجالس للمصادقة على مشاريع قوانين المالية، وتنعقد الجلسة في مقر مجلس النواب ويتناوبوا على رئاستها رؤساء الزوز مجالس مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم. يعني هوني زينة بالنسبة لقانون المالية باش يكون العمل مشترك بين زوز غرف برلمانية، وبالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى اللي تتعلق بالاتفاقيات والثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخطط التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، فأنه تم مناقشتها على مستوى مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، ثم تم المصادقة عليها على مستوى البرلمان، ثم تم إحالتها إلى مجلس الجهات والأقاليم في أجل 15 يوم للنظر فيها بعد ما توصل. نبدأ معك خالد كلنا من حيث التوقيت. أخيرا ولا عنا قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين مجلس الأقاليم والجهات، وطبعا الغرفة البرلمانية الأولى مجلس نواب الشعب. في زاوية أخرى قانون المالي اللي تحكي عليه برشا دايوغ ملي ولا عنا مجلس أقاليم وجهات، ومن قبل حتى ما ينتخبوا الأعضاء كل مؤيدين كل معارضين الناس كل تقول قانون مالي شكون باش يقترح الفصول شكون باش يعدل. جاء البت نهار الجمعة في القانون وفي المرسوم اللي اصدر، لزوز يعطيو رأيهم ويعطيو مقترحاتهم، رئيس مجلس البرلمان هو اللي ساير وهو اللي يحيل. وبالأهم اليوم عنا لجنة مشتركة للبت بالأساس في النزاعات في الخلافات. هل اليوم نجم نقولوا ربما هذا باش يضفي أكثر شفافية والأمر باش يكون أوضح للغرفتين البرلمانيتين في العمل نتاعهم؟ ثم زوز ملاحظات نبدأ بهم. هو أولا أنه المرسوم هذا مرسوم عدد واحد لسنة 24 و2000، ما زالت المطالعات القانونية وال يعني العارفين بالشأن قلة اللي أدلوا بدلهم فيه، ومعناها بالإيضاح أو بالدراسة أو بالتحليل، يعني ما زالت المسألة مش واضحة تماما من وجهة نظر الأكاديميين والعارفين تبقى. ثم هذا ملاحظات سريعة نجم المرسوم هذا اللي فيه 27 فصل حاول يجاوب على السؤال اللي يفترض الدستور منذ البداية، وهو كيف ستنتظم العلاقة بين مجلس النواب وبين مجلس الجهات والأقاليم. بالعكس احنا سمعنا انتقادات، وربما حتى احنا شاركنا فيها انتقادات عن تأخر صدور هذا المرسوم، لأنه اخلق في وقت من الأوقات حالة متاع ضبابية حتى بالنسبة لأعضاء مجلس الأقاليم والجهات، لأنهم القوا رواحهم في مجلس وما همش فاهمين بالضبط حتى وين المساحة اللي يزوم يتحركوا فيها ضمن القانون. ده المرسوم حاول باش يجاوب على هذايا. لكن الملاحظة الثانية هو أنه بلادنا لأول مرة في تاريخها تعيش حياة برلمانية بغرفتين. كتجربة كل تجربة جديدة. سامحني سي خالد، كان في المجلس الاقتصادي يعني لا في نظام في النظام السابق يعني قبل 2011 كان فما مجلس المستشارين، تم تركيز الغرفه الاخيره تقريبا في سنه 2006 حتى 2011. مستوى الصلاحيات اللي كانت ممنوحه وقتها فهمت اسمه على جسمهم مجلس المستشارين، لكن نظام غرفتين هو لا يعني تجوزا عمليا الصلاحيات اللي كانت ممنوحه. يعني مثلا كي تشوفوا اليوم مجلس الاقاليم والجهات، اذا كان في المثال اللي خذته زينه قبيله، اذا كان مثلا نفترض البرلمان صادق على مشروع الميزانيه
ومجلس الأقاليم والجهات ما صدقش. هذا سيحيل على لجنة وفيها 10 بناس حسب ما يقول الدستور، حسب ما يقول عفوا المرسوم، اللي هي لجنة متناصفة للبحث في خلافات حول المشاريع القانونية. هذا ما كانش متاح في العلاقة السابقة. يعني احنا قدام من ناحية العملية ثم ان مجلس المستشارين قبل ما كانش منتخب. يعني احنا تو قدام وضعية جديدة ومازال حتى الاجيال لجنة وتبت في دها 7 ايام باش تبت والنجاعة الافكاسيتي نتاع نظام معين برلماني دي مره ما تظهرش في مرسوم. مازال قدامنا تطبيق. تجربه، وربما نحتاج مع الايام الى تعديل هذا المرسوم، اضافه شيء، انقاص شيء، لانه التجربه في الواقع هي اللي باش تظهر كيفاش باش يكون الاداء. لكن مبدئيا نجم نقول للمرسوم اعطى ديما اولويه شويه تاسبقيه للمجلس النواب الشعب. يعني ترجيح تجب تقول، لأنه مجلس النواب الشعب هو اللي عنده المبادرة التشريعية الأساسية، وفي الغالب مجلس الأقاليم والجهات. يعني باش السؤال اللي نجم نطرحوه تو، ماذا لو أن مجلس الأقاليم والجهات خاصة حسب التركيبة السياسية الموجودة عندنا تو، قد يقول قائل وقد يقول معترض أن مجلس الأقاليم والجهات سوف يكون مجرد صداء لما يجري في مجلس النواب. إذا كان مجلس النواب من خلال الأداء السابق كان في الغالب منسجم بين الظفرين مع السلطة التنفيذية، فما بالك هذه التحديات المطروحة، أن السلطة، أن النظام البرلماني يكون معبر على الإرادة الشعبية ويكون عنده استقلالية في صياغة قراره لما ينفع البلد. الاستقلالية مش معناها يلزم ديما معركة مع السلطة التنفيذية، ما هوش هذايا، أما يلزم يكون ثم آليات معينة تو بالممارسة تو نكتشفوا ما هو جيد في هذا المرسوم وما قد يظهر من نقائص، وان شاء الله نوصلوا ندركوها في الوقت المناسب. نفهم من كلامك قبل ما نتعدى الموضوع الموالي انك ربما تقول او حتى اللي يسمعك حتى من النواب اللي موجودين اليوم اعضاء في مجلس الاقاليم والجهات يقول لك ربما قاعد تفاضل في اعضاء البرلمان على الغرفه الثانيه، فضلت بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية، تقول له لانين هنا نعرفه وبدينا نشوفه في أداء من الثانية، وقت اللي يعطيك غرفة تناقش وتقترح قوانين وفصول في مجلس النواب معناها اليوم نتلنت. لا هو ما ينجمش يكون في أي بلاد، وهذا معناها هذا ما قلته لا ينتقص رغم مجلس الأقاليم والجهات ولا من احترامنا للنواب، لا أبدا. في كل بلاد ديما ما يتنجمش تكون ثم غزوز وغرف برلمانية ويكون عندهم نفس المساحة متاع الصلاحيات، هذا أمر طبيعي. على خاطر هي الفكرة شنية، احنا الواجه عملنا مجلس الأقاليم والجهات بالأصل، يعني علاش ما اكتفيناش برلمان؟ على خاطر الفكره نتاع القرب بالنسبه لمجلس الاقاليم والجهات، فكره فكره انه التنميه المحليه تكون ممثله اكثر وحاضره اكثر في دوائر القرار المركزيه، وهذاك علاش ثم فكره التداول على العضويه، يعني كل المنظومه دريناها اللي هي منظومه يجب نعتبره من تو هي منظومه ثقيله. ثقيلة بمعنى أنك وقت اللي أعضاء المجالس الجهوية هاوزهم يتبدلوا هاوزهم كذا، معناها الماكينة ثقيلة. ولكن محاولة رغم الثقل هذايا، وما نتصورش العين المشرعة ما انتبهتش لهذايا، لكن كانت محاولة لدمقرطة هذه المؤسسة أقصى ما يكون، هذاك عنده أثمان. على كل حال التجربة أنا قلت منذ البداية مازال الخبراء اللي هما أعلم مني وأعلم منا بالصياغة القانونية قليلة، التعليق اللي خرجت أنا شخصيا مريتش مقالات جدية، دراسات جدية تعاملت مع المرسوم رقم 1 لحد الآن، ربما ثم اهتمامات كثيرة حالة دون هذا. لكن احنا في كل حالات عملنا خطوة، هذا العجل الهامة، عملنا خطوة لأنه كان ثم فراغ قانوني. المرسوم جاء مبدئيا الساعة خلق الآلية الأولى للعلاقة ما بيناتهم، وبعدين مع الممارسة لتنظيم عمل يتبدل وذاك هو. وبيان أو تونس تندد بالعدوان الغاشم على سوريا، معك رفيق. بيان كانت نشرته وزارة الشؤون الخارجية نهار الجمعة اللي فاتت أكدت فيه تضامنها مع سوريا الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة فصل جديد من العدوان الصهيوني السافر اللي يستهدف وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه. نحكيه على عدوان غادر أوقع عشرات الضحايا من المدنيين السوريين العزل. تونس جدت فيه بيان
كمان على وزارة الخارجية تحذيرها من تداعيات الاختيرة لإمعان الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب جرائمه اللا إنسانية، كما دعات المجتمع الدولي كونه يتحمل مسؤوليته في ردع الكيان المحتل ووضع حد لجرائمه الخطيرة وغير المسبوقة في المنطقة، بتبع مع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. هل سيتحمل المجتمع الدولي اليوم مسؤوليته خالد كورونا وإلى متى؟ احنا بدينا من البيان على تونس، لكن كيف نرجع إلى ما يحدث وحكينا فيه الأسبوع المنقضي دجاع في علاقة بالممارسات اللا إنسانية الصهيونية، الاعتداء على الطفولة، حق الطفولة، الممارسات ضد الإنسانية، حد ما يتكلم كأنه صار تطبيع، يعني تتفرج في الصور وتمر. احنا على مسافة أيام من تاريخ 7 أكتوبر يعني قريب باش نعملوا عام على بداية هذا الطوفان. نعم. وما خلفه. نعم. لكن الشيء اللي لازم ننتبه له باش نفهموا أولا أنه تعليق صغير على بيان وزارة الخارجية، بيان وزارة الخارجية التونسية أنا أفهمه ضمن سياق عام لسياستنا الخارجية من 7 أكتوبر الماضي، معناها كان موقف. نعم. واضح في واضح إدانة. نعم. وحتى مش كان في تونس برك، مش في مستوى البيانات، حتى في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة عفوا يعني، وفي مجلس في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جامعة الدول العربية، في كل المحافل الدولية اللي حضرت فيها تونس ممثلة بالدبلوماسيين متاعها، كان دائما موقفها منذ 7 أكتوبر حتى الآن، منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، موقف سنقول بالحد الأدنى، وبهذا ليس مجاملة لأحد، سنقول إنه كان موقفا مشرفا. نعم. وتونس من البيانات ومن الدول القليلة جدا اللي أدانت الاعتدان على سوريا، الكيان الصهيوني الغاشم على سوريا. نعم. في الحقيقة شفناش تنديدات. في الحقيقة البيان الاعتداء على سوريا ما هوش الاعتداء الأول وما هوش الاعتداء الأخير للأسف الشديد، لأنه يزم نفهموا المعركة الآن تبدو كما قلت أنت في الإعلام، ثم في الإعلام العالمي نقصد، ثم محاولة لتخفيت صوت ما يجري في غزة في الضفة الغربية، ثم محاولة من كبار المتحكمين في الرأي العام في العالم في يعني استبعاد هذا ما يجري حتى لا يكون في واجهة وفي صدارة الأحداث المعلن عنها، معناها على عيون كما يقول الصحفيون. ثم استراتيجية كاملة، لكن عمليا في الميدان حتى حد ما هو ناسي، وفي السياسات تاع الدول الكبرى حتى حد ما هو ناسي، الناس الكل نجموا نتفكروا المناظرة اللي صارت ما بين الزوز مرشحين الانتخابات الأمريكية، الناس الكل نجموا نتفكروا اللي ما يجري في الميدان كل يوم. يعني مثلا نأخذ مثال الصاروخ فرط صوتي الذي انطلق من اليمن ليضرب يافا، يعني تل أبيب كما يسمونها، اللي هو التناول الإعلامي نتاعه للأسف الشديد حتى في عدد كبير من الدول العربية كان تناول سطحي، كأنه لا يغير استراتيجيا وقع على الأرض، لأنه ينهي أسطورة الهيمنة الصهيونية في المنطقة. يعني احنا مازال ما فهمناش، حتى النخب بتاعنا للأسف مازالت مستوعبتش اللي حدث 7 أكتوبر لن ينتهي حتى لو وصل 7 أكتوبر الموالي، مازال باش تكون عنده تداعيات، لأنه قلب الطاولة في المنطقة. سوريا علاش تضرب؟ لأنه باش نبسطوا الحكاية للناس باش يفهموها، لأنه سوريا بقطع نظر على أن النزيف منذ 10 سنوات 12 سنة وسوريا تدفع ثمن مواقفها الوطنية مع الفلسطينيين. سأقول سوريا من الناحية الجغرافية في بلدان التوق، يعني باش الناس حتى اللي مستهدفة هي بالأساس بالطبيعة. هاو علاش مستهدفة؟ لأنه كي نخمموا شوية بعقولنا، جه ربي الفلسطينيين في غزة والفلسطينيين في واللبنانيين منين يتعدى لهم السلاح؟ هذا أمر طبيعي يعرفوه الناس الكل، ما نش سر باش نذيعوه، يتعدى من الأراضي السورية بالأساس. يعني بالنسبة لأعداء هذه الأمة، بالنسبة للصهاينة، بالنسبة للأمريكان، بيان سور يلزم سوريا تكون على رأس الأهداف متاعهم، لأنها هي لم تتخلى عن دورها. نقلب الآية، لو كان النظام في سوريا مطبع مع الصهاينة، رأي سوريا تو أحسن من دبي. تنساش يعني ما حدث في سوريا، الجيوش اللي هزوها بجيوش بين قوسين، باش نقولوش كلمة أخرى، جيوش عربية، الناس اللي دمغجوهم، ما حدث. شكون اللي مشي أفتى بالطبيعة نتاع الدواعش؟ بل أكثر من هكا ونهضت سوريا، بل أكثر من هكا في 2003 عندما دخل الجيش الأمريكي إلى العراق، كانت الأجندة وقتها وكان يظن أن بإمكانه خلال أسابيع أن يدخل إلى دمشق أيضا. وينبغي هنا أن نعترف أن المقاومة التي وجدت وقتها في العراق
خلافا لما توقع الأمريكان هي التي أوقفتهم. يعني العراقيين لعبوا دور ليس فقط في الدفاع على بلادهم، أما لعبوا دور حتى في الدفاع على سوريا. المهم الآن الوضع قد تغير، خاصة منذ 2016 عندما يعني وقعت تحولات استراتيجية في العلاقة بين السوريين وبين الجيش الروسي، وعندما يعني حدثت تلك الانعطافة بعد أن يعني كيف سأقول هوجمت سوريا من كل المناطق. وانت تتفكري حتى جماعة الدول العربية وقطع العلاقات مع سوريا وشغور ما مقعدها، الآن سوريا في مرحلة جديدة، في مرحلة جديدة، وجاءت أحداث 7 أكتوبر وما ولاها لتثبت سلامة موقفها الوطني. وهذاك علاش موقف طبيعي بالنسبة لوزارة الخارجية تاعنا، أنه بلد شقيق وبلد قاعد يقوم بدوره القومي وبدوره الوطني، يتعرض مرات كثيرة للقصف. وبالمناسبة باش الناس يفهموا، يعني هم في التبرير اللي قدموه الصهاينة قالوا قصفنا منطقة وشدينا أسرى إيرانيين. تتفكروا الإيرانيين خرجوا البارح لو البارح بلاغ قالوا لهم لا، قالوا لهم مريوهم منا حطوهم على تلفزكم يا سيدي. كيف يعني الكذوبة الصهيونية ما زالت مستمرة في الحقيقة. الهدف هو منع سوريا من استمرار قيامها بدورها الوطني. وعلى هذا الانتخابات الأمريكية لن تكون المنافسة فيها سهلة، وقاعدين نشوفوا دايوغ في الانتخابات في الحملات والكلها تغمز بين الزوز مترشحين اليوم. كل مناظرة في المناظرة حكينا فيها هم الحاجة الوحيدة هم حاشتهم بالقاعدة الانتخابية للكيان اليوم. إيه الحاجة الوحيدة اللي هم متفقين فيها للناس اللي تبعوا المناظرة. المواضيع الخلافية كثيرة، الموضوع الوحيد اللي كانوا يتباراوا فيه من كان الأسرع بتقديم الولاء والطاعة، نعم، هو للكيان هو ذبحنا نحن كعرب وذبحنا كفلسطينيين. يعني هذه القضية ما هيش جديدة بالنسبة لنا. واللي لازم نفهموه أيضا اللي هذا مش باش يتغير غدوة زادة، لأنه مش في تغير عليه خاطر ما عندكش واحدة عربية، ما هوش باش تغير على خاطر النظام الرسمي العربي. مش لازم تشوفي وزارة الخارجية التونسية، أما شوفي أغلبية المنظومة القائمة في النظام الرسمي العربي هي منظومة مهترئة وعاجزة على أي شيء، وما ثم حتى إمكانية باش تعمل حاجة لصالح القضية. في أحسن الحالات يعملوا نصف بيان. شوفوا الأردن ساعات حتى البيانات تتجاهم عليهم، ينجموش يكون عندهم الجرأة اللازمة. كما كنا نحكي من تونس من الدول القلائل اللي أدانت الاعتداء الصهيوني الغاشم على سوريا في الأثناء، مرينيش دول أخرى عربية أو بكثرة هبطت بيانات. إيه لم تنتقد مش فقط مشكلتهم يهبطوش بيانات، هم كتشوف موقع تونس الجغرافي وإلا ثقل تونس الدبلوماسي يعني أقل بكثير. هذا ماهوش معناها مش انتقاص من أنفسنا، هذاك أنا حقيقة الجغرافيا وين حطتنا. أما ثم الدول الأخرى كانت تنجم تكون مؤثرة ولكنها امتنعت عن القيام بدورها، وخطرها دورها مطلوب مرسومة حدود ومربعاته من الأمريكي. خلينا نقولها مباشرة، يعني من المشكلة الأمريكي هو اللي رسم لهم حدود الحركة بتاعهم. تقريبا عنا زيادة بألفين طن، كنا 1000 طن نستهلكوا في العادة يوميا، ولينا 2000 طن يوميا نستهلكوا السكر. سي خالدي برش رقم أنا سميه زين الحقيقة، رقم مفزع شوية هذا 2000 طن. رقم وطني رقم وطني 2000 طن يوميا، هذه حاجة توري كانوا فما استهلاك كبير ممكن نقول أنا مفرط للحلويات. وأنا قاعدين نشوفه في الإحصائيات كل عام مش متحلي الأمور اليومية على بيات 35 ألف مسؤوليه كونسومي افيك موديراسيون بالضبط. 35 الف طن من السكر بالمخازن بالتزامن مع عمليه التزود اليوميه في عدد من المواني. باخره من بولونيا وصلت تقريبا عندها 6-7 ايام الى ميناء صفاقس، وباخره اخرى قادمه من مصر في اطار صفقه عموميه جديده لتوريد 40 الف طن من السكر. وهذا التمهيد لتدسويت فقره عينك على الاداره اللي باش نمشيو مع ديال الكريفي من ديوان التجاره اللي في ام شايله وجه على السكر على الروز على التاي والقهوة. عينك على الإدارة. مرحبا زينة، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. باش نكملوا اليوم على اللي وقفنا فيه في آخر حصة، كنا تحدثنا مع عدد من العطارة، برشا أكدونا أنه السكر العائلي ماهوش موجود، عنده مدة ما شفوهش، لكن السكر توابع والسكر بتاع الساشيات بتاع القهوية متوفر. اليوم باش نكملوا وين وقفنا، باش نسألوا على السكر، قداش نستهلكوا احنا توانسة سكر، قداش نستهلكوا قهوة، قداش نستهلكوا تي والروز. هذو من المواد الأساسية اللي دعمهم ديوان التجارة، تدعمهم الدولة ويشريهم ديوان التجارة. دونك باش نكملوا حوارنا مع سي سامي
عزيز مدير عام مساعد بالديوان التونسي للتجارة. بالنسبة لسالك السكر في تونس احنا نسالك تقريبا في حدود 360 ألف طن في السنة. أولوية احنا للتوريد السكر البني والسكر الخام للتكرير لدى الشركة التونسية للسكر. بارتنير معنا واللي عنا اتفاقية معهم يقوموا بتكرير السكر نجيبوا لهم الكميات اللي يستحقوها اللي في حدود تقريبا 140 ألف طن في العام يكروه ونستحصلوا على السكر الأبيض. بقية الكمية نجيبوها حاضرة ونجيبوها منها عن طريق البواخر ولا عن طريق الشراءات هذه من عند المزودين. احنا في منتصف سبتمبر 2024 لحد لين شنو عنا؟ اللي عنا احتياط السكر تقريبا احنا اللي موجود عندي توا في المخازن الديوان تقريبا في حدود 35 ألف طن. هذوما وفما قاعدين كميات قاعد تدخل يوميا بمقتضى عقود من عند المزودين في حدود 1000 طن في اليوم. 1000 طن في اليوم يعني تقريبا فما 20000 طن مش تدخل يوميا في حدود 1000 طن. وعندنا باخره قاعده تفرغ في سفاقس فما باخره اخرى نجي لسوسه في 9000 طن. هذوما الكميات اللي عندنا. بالنسبه لشهر اكتوبر عندنا عقد في حدود 36000 طن يعني هذه الكميات هذوما تكفي حتى لاخر السنه. مع هذا الكل عندنا كميه اخرى هي 37000 طن عند الشركه التونسيه للسكر. السكر هذا بني يتطلب التكرير والشركه هذه دخلت توا في صيانه معمقه تكمل الصيانه نتاعها وترجع تستأنف نشاط نتاعها في التكرير للكميه اللي موجوده هذه. يعني عندنا الكميه وافرة وعن الكمية الكافية باش نوفرها للمستهلك للصناعي واحنا قاعدين نبيعوا للمستهلك وللحرفي وللصناعي. وحسب بالكمية هذه اللي احنا نقول 360 ألف طن من مادة السكر تعتبر مادة أساسية التي يستعملها المصنع تقريبا الصناعي الأجرو أليمونتير تقريبا 90% يستهلكوا السكر. معناها السكر مادة أساسية بالنسبة لهم في الصناعة نتاعهم. وفما الاستهلاك الآخر تقريبا في حدود 50% اللي يستهلكوا المواطن مباشرة. استغل الفرصة نسلك على التاي. التاي موجود في الأسواق بتبيع عنا الكميات تقريبا نبيعه في حدود 200 طن تاي أخضر و 200 طن تقريبا تاي أحمر شهرين. يعني الكميات عنا تو نقصت شوية صحيح في التاي الأخضر عنا إشكال في فما إشكال لوجستيك إشكال لوجستي منع الكمية ذي مازالت ما وصلتش عنا التاي الأخضر. أما التاي الأحمر موجود بأنواع ولا التاي العال ولا السيلون هذا كل موجود. القهوة الاستهلاك التونسي تقريبي في حدود 2000 و 2500 طن في الشهر. قاعدين نبيعوا توا في حدود تقريبا 400 و 500 طن اسبوعين. الكمية عندي كمية موجودة توا في المخازن ديوان تقريبا في حدود 500 طن. هذا الى حدود عندنا كمية دخلت من هنا اخر الاسبوع والاخر اخر الشهر تقريبا في حدود 1200 طن. هذوما الكميات اللي من شقه توسيعها تبعنا حل الوصول بتاعها. نوعيه تحول المقاهي تشكيو من نوعيه طيب احنا في الكاليتي احنا النوعيه احنا نشريو بمقتضى كراسه شروط وعندنا نوعيه معينه ناخذوها هي من كاليتي سوبيريور من البرازيل وهي فما نوعين تاع القهوه فما روبيستا والارابيكا. احنا دونك نبيعوهم في حدود تقريبا 40% 60% هذا المتعارف عليه. ديما تبقى القهوه اللي يجيبها دو التجاره من احسن من احسن ما فما من دو كاليتي سوبيريور ومتعارف عليها ومنحلوها قبل من نوزعوها. وعندنا كل وحارسين على الجودة متاع القهوة اللي تصل. نسلك على الروز. الروز توا تقريبا عنا مخزون فيه تقريبا 7000 طن وقت الحاضر وقاعدين نوزعوا يوميا في حدود تقريبا 70 طن يوميا معلب. وهذه طاقة الانتاج نتاعنا احنا ننشو في 70 طن نعلبوا في 70 طن نبيعوا في 70 طن. يعني الكميات هذه 70 طن كافية هذه اللي يستهلك. واحنا مانيش وكالة معناها هذا فما ناس تستهلك الروز فما ناس اللي عندهم أكلي ملادي سيلياك يستهلكوا الروز. احنا نوفروا لهم الكميات الكافية موجودة بأسعار زادة حتى الأسعار معناها 3500 كيلو تقريبا بالنسبة للتوزيع. وعندنا الكمية الكافية الاستهلاك شهرين تقريبا. حبيت نزيد نسألك على مسألة التوزيع. ربما ثم خلل المادة كما المواد كما تقول لي موجودة متوفرة لكن علاش ما توصلش كان؟ شوفوا توزيع السكر يقع بصفة اعتيادية وإحنا المبيعات نتاعنا بصفة منتظمة واعتيادية. يبقى فما في بعض المناسبات وقت اللي إحنا نضخوا كميات إضافية نسقوا عادة مع المراقبة الاقتصادية خاصة في التوزيع خاصة في تحديد الحاجيات ويقع
التوزيع متاعهم وتقامنا سهر على إيصال الكميات هذه للمستهلك بصفة طبيعية، وهذاك الهدف متاعنا هو إيصال المنتوج للمستهلك. هذاك أهم هدف، وإحنا قاعدين نذكره مع المراقبة الاقتصادية مشكورة لقادمة تقوم بالواجب وسهرة على توزيع الكمية هذه والكميات اللي قاعدين نضخوا فيها للمستهلك بصفة هذه، خاصة في المناسبات هذه كما الموسم تاع المولد النبوي الشريف. ألف شكر سيدي. عينك على الإدارة. شكرا جزيلا ضيادين الكريفي اللي تلقاوه كل يوم في عينك على الإدارة. فاتتكم فقرة عينك على الإدارة، تلقاوها على صفحتنا استوديو الوطنية، صفحة رسمية للإذاعة الوطنية. شكرا خالد كرونة. العفو. نخليك تمشي تنطلق في رحلة البحث عن السكر القهوة الروز. الوضع تحت سيطرة. أنا حابب نبحث على القهوة، مش لازم نبحث على السكر. إن رجعت خلي الناس ينقصوا شيء من سلك السكر. صحيح. اما يلزم السكر يكون موجود. بالضبط يلزم يكون موجود، لكن كما قلنا تي الاخضر وين ولا في قدريتك ماهوش متوفر بالكميات اللازم. اشكال في التوزيع، الاشكال في التوزيع، لانه التاكيدات ديما تجي من سلطة الاشراف وزاره التجاره كون المواد موجوده، في المقابل المستمعين والمواطنين يقولوا ماهوش موجود. فاشكال في مسالك التوزيع، وقداش تحكي عليها مسالك التوزيع، ومازال يتحكي عليه مسالك التوزيع. فانتظار نلقاو حل لمسالك التوزيع. نعطي كلمه لقسم الاخبار بالاذاعه الوطنيه. راجعين ضيفي اليوم البيطري بالاداره العامه للمصالح البيطريه هاني الحاج عمار، هذه استوديو الوطنيه. مرحبا الدكتور حكيم.